السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لجميع جمهورنا العزيز في فيديو جديد. طبعا في بداية الفيديو نشغل بوست الكارتون بوست تسريع الجنود ثم بوست أصفر تبع الاستكشاف الخاص بالجنود لزيادة سرعة الجنود وجمع الموارد من أنحاء الخريطة. طبعا أصدقاء اليوم احنا معاكم في معركة 2-2 جديدة، ان شاء الله المعركة بتعجبكم وتكون حماسية. طبعا نستعمل بس التسريع البناء من اجل تسريع البناء. طبعا السمرات بحكي لي انه هو سيف يكون اللاعب الذي يستخدم الطيران. طبعا انا حكيت اللي فيش داعي تلعب عادي اليوم كابسة معاي. طبعا بداية المعركة كانت جيدة جدا. طبعا المعركة هاي مع خصوم لفيلم 20-21 نسبهم 64% زائد 68%. الخصوم كانوا عنيدين جدا وكانوا يحبون زرع الألغام. طبعا كل حال في بداية المعركة نشغل بوست الموارد. بعد ما نشغل البوستات الرئيسية من تسريع البناء والكهرباء والاستكشاف نشغل بوستات موارد من أجل تعزيز الموارد بنسبة 30% وزيادة سرعة استخراج الموارد. طبعا كل حال صديقنا سميرات يستمر يعني مش عارف شو بيسوي بالضبط. كل حال هنا قاعد بيطلع شوية زيوس شوية ترونيت ورايح هاجم العدو. طبعا صديقنا سميرات يقوم بإنتاج السايكلون من أجل استكشاف الخصم والخريطة والقتل الجواسيس. يعني اذا كان الخصم بحط لك جواسيس بين الاشجار فافضل حل انك تقتلهم واستعمال طائرة ليفل 1 طائرة السايكلون. طبعا سايكلون تانية بنطلق اذا في جواسيس بالطريق بقتلهم، بس هسه حاليا بنركز نعرف شو خطة الخصم. طبعا الخصم في الدقيقة 5 عم بيسوي جيش. طبعا انا بحاول اطلع على الجبل، وبعد ما اطلع على الجبل بدي اسوي عليه هجمة من تحت. يعني هاي الخطة راح نتبعها معها. نطلع بثلاثة من الالكترونات زائد 4 زيوس مع 1 تايفون. طبعا نتقدم مشان نطلع نهاجم. طبعا للأسف الخصم كان مستعد وعمل خط دفاعات. يعني بصراحة كأنه عنده في جاسوس بين واحد من الأشجار لأنه كشف جيشي أول ما تحرك. طبعا الهجوم مفاجئ اللي بقيت بدي أسويه تم بفشل، يعني بفشله. الخصم كان مستعد إله، فما فيش الحين أي خيار آخر سوى التراجع. طبعا الحين التراجع اجباري، نتراجع للخلف. طبعا الخصم باين عليه بيستخدم ذهب بكمية رهيبة. طبعا الخصم بده يحاول يضربني من الجنب بس انا ما اعطوش مجال. طبعا بحكي للسميرات انه بيلعبوا باستخدام بوستات تعزيز بول. طب العادي يا سميرات احنا بشو بنلعب؟ انا من اول لعبة شو مشغل، يعني هم بيلعبوا فول ذهب انا بلعب فولين ذهب. ما علينا، طبعا المباراة مكملة. طبعا من هنا الخصم عم بيسوي له جيش وملغم الدنيا، يعني ما توقع مخلي شبر من الخريطة الا وزرع فيها الغا. طبعا كل حال الحين نقضي على الخصم. طبعا عشان نقضي على الخصم من الهاجم هجوم بالعرض. كيف هجوم بالعرض؟ يعني بنخلي الهجوم جاي من طرف من زاوية وجاي من اكتر من نقطة مشان الضرب يتوزع. طبعا نفوت على الخصم بتعريضة مرتبة، نستعمل الترونيت من اجل قصف الدفاعات وقصف الجيش الجكوار كذا. طبعا نتقدم ببطء. طبعا بتنهاي الملاحظات الاختراق المباشر ما بنفع، بدك تخترق ببطء. فالحين نضلنا مركزين مكاننا وما يعني ما نتقدم، يعني انه التقدم تهور. طبعا الحين بعد ما ضعفت الدفاعات حان وقت اقتحام. طبعا نبلش الاقتحام. طبعا تم الاقتحام بنجاح بس الهوكس جننتني هاي. طبعا تمكننا بطريقة او باخرى من اختراق تشكيل العدو وتدمير جيشه، ولكن في هاي اللحظة فجأة بلاحظ شيء انه في اشياء لون اصفر تتحرك في الخريطة. طبعا انا عم بحاول اني ادمر الخصم يعني بكون طرق متاحة، ولا فجأة واو تشكيلة من الجيكوار من الاصفر دائم جيات. وينك يا سميرات اللي عندك هذا مزعج كثير، يعني الخصم اللي معاك ازعجني يا سميرات. سميرات شو بتعمل انت؟ وين الطيران تبعك؟ صار دقيقة 12 وانا بحارب ضد 2 لحالي. طبعا المعركة هي كانت منتهية
بس حضطر أتراجع بسبب إنه سميرات مش مسوي طيران، مش مسوي له كم من دبابة. على كل حال الخصم الحين هجوم مرتد باستعمال قواته. طبعا أنا بالنسبة لي بدي أضحي لي ببنايتين. طبعا الخصم طمع فكرني إني أنا مش مسوي جيش. طبعا أنا أصلا بدي إياه يفوت لجوا، بدي أضحي له ببنايتين، يعني هاي البنايتين خد دمرهن بس أنا ما عندي شي. فبفكر نفوت جنود وفجأة بس يفوت بتفاجأ بعدد هائل من الدبابات. طبعا الأحمر بده يهاجم اللي بوجهك، ناقصني حمر. طبعا الخصم يهرب. طبعا الحمد لله يعني الهجوم هذا كان جيد جدا، دمرنا كل جيش الأحمر والأصفر زعجناه شوي يعني راح جيشه. كل حال الحين نسوي تشكيل تاني ونهاجم الخصم الاحمر، لان الاصفر مشترك شبر من الغريطة غير ملغمة. بعطي اشارات لسميرات يحرك الثور، بس سميرات بطيء شوي يعني. بس اقول لك اضرب خلال 3 ثواني يا سميرات تشوف الطيارة طايرة، مش تقعد تفكر اضرب مضربش اضرب مضربش. طبعا بعد 3 ثواني الله هذا سميرات وقرر انه يضرب البناية اللي اشرت له عليها. بس بطيء سميرات يعني، كان صرت راجع كان صرت عم بتحمل ضربة تانية يعني، المفروض على السريع اقول لك اضرب تنطلق. طبعا وكمان جولة جوية واسقاط جوي، لك شو بدك في المطار جاي تدمره، قل لك دمر مصانع الدبابات. طبعا ومن اي جهة الخصم الاصفر جمع جيش كبير ورايح يهاجم سميرات. طبعا سميرات يحرك جيشه وبدي تصدى للهجوم واشتباك عنيف. طبعا بدخل الجنود داخل الاخفاء. طبعا في الاشتباكات العنيفة بنصح الكل انه تجيب جنوده ويدخلهم جوا الاخفاء، انك بتدخل الجنود جوا الاخفاء طبعا جوا الاخفاء بيظهر، وممكنك تستعمل سيكلون مشان تكشف الاخفاء. طبعا الخصم دمر المطار وتراجع للخلف، يعني كان مجرد مناوشة يعني، السبب ما قرر انه ينسحب ما يكمل هجوم الاخفاء خاصته. طبعا وسقاط طور اخر وتدمير مبنى الاخفاء. طبعا مش مبنى الاخفاء، دمر مصنع دبابات. حلو بيكون عداد الجكوار خلصت. وسقاط طور اخر دمر نص جيش العدو. طبعا الثور تتراجع للقلب. طبعا في هاي اللحظات انا بخطط لهجوم شامل انهي فيه الاحمر، لان هاي المعركة مشان تنتهي لازمها هجوم ارضي قوي، لا ضربات نووي ولا ايش بينفع معهم غير انك تعمل هجوم شامل. اذا سويت نووي في ضمن هيك معركة محتدمة والاراضي قريبة فش مجال، يعني بصراحة سويت نووي راح تضيع مواردك وتلاقي الخصم على رأس جيش 25 جيكوار وهاجمك. طبعا اسقاط ثور محدود، تم تدمير مبنى الاخفاء هو شغال. طبعا يعني مخصم خسر حق مبنى الاخفاء زائد الدبابات اللي كانت عم تتصنع. على كل حال زي ما حكيت لكم يا شباب، الحين الخصم صار مزعوج كتير من السميرات وقرر يسوي هجوم. طبعا بهاي اللحظة عرفت ان السميرات ميت لا محالة. طبعا انا السميرات يحاول يتصدى للتشكيل وهجوم من الطرفين، الخصم حاقد على السميرات، والسبب الحقد الرئيسي على السميرات انه السميرات ما خلى لهم ولا بناية مصانع الا ضربها. يعني الخصم يحكي السميرات يضرب لنا المصانع، ها حاقدين على التور، يعني كل التركيز حاليا انهم يدمروا التور. طبعا انا اجي انقذ سميرات، تم تدمير جيش الاحمر بثواني. طبعا سميرات الان يتعرض للضرب، الخصم تحس جندي الصاروخ تبع الاحمر يعني ضربته زي يعني مش عارف تضرب بقوة. طبعا كل حال الخصم جاي يهاجمني انا من الطرف، والله انك خصم ما تستحي يعني، عشان رحت افزع لشريكي هيك بتسوي. طبعا هجوم عنيف من الاعلى، بحاول اتصدى له بشوية ابنية، بس يلا بنحاول يعني شو نسوي. طبعا بيسووا الابنية كتير مشان يضرب الابنية رئيسية يعني مثل مواد الابنية، يعني بنحاول ما نخلي الخصم يضربنا. على كل حال نتمكن بطريقة ما من تشتيت هجوم الخصم وتدمير هجوم الخصم بالنجاح. طبعا بهاي اللحظة مش عارف هاجم الاصفر ولا الاحمر، بس الاصفر ما في مجال يعني نشترك شبر غير ملغمه. طبعا نرجع لموضوعنا، بس تكون تلعب الاصل انك تعمل هجوم شامل ما تعمل تلعب نووي، انك سويت نووي بتلاقي الخصم هاجم عليك في حركة 25 جيكوار
وما معكش تدافع فيه، فبهيك معارك خير وسيلة للدفاع انك تهاجم، فخير وسيلة الدفاع الهجوم. طبعا هجوم عنيف استخدام دبابة الدرع، طبعا استخدم دبابة الشل واستباك عنيف والقاسم بقاوم. طبعا معركة محتدمة وقاسم عامل تشكيل الدفاع من جيك وار مع شوية ماموت ممكن يتبعها ايضا باخفاء. طبعا بزرق له دبابتين زيوس من الجنب. طبعا اللحظة خريطة ما تحب تصور، اقول حال نتابع الضرب تابع الاقتحام. طبعا بنخلي الشلد بعيد شوي عن جيشنا مشان الخصم دائما بيستهدف الشلد. طبعا هسه الخصم بيكون معجوق من هاي الزاوية، طبعا انا هاجم من زاويتين. طبعا في دبابتين على جنب هسه الكاميرا بتجيبهم، اقول حال شايفين شباب اول ما شاف الشلد استهدفها، فمشان هاي دائما نخلي الشلد لورا، يعني ما دائما نقرب الشلد نخليها للاستهداف. طبعا تمكن طريقة مع تدمير الخصم. طبعا هاي الدبابتين زي حكيتلكم ضربنا اربع بنايات كهرباء واحنا هان. طبعا هاي الزيوس كانت وظيفتها تدمير مثل الكهرباء، نضطر نتراجع لان الاسطر جاب دعم. نرجع الاسطر جاب دعمه ناوي يهاجمنا. طبعا الخصم قرر يرجع، يعني انه شلد من الجنود من الدبابات ما لهوش خيار غير ان الخصم يتراجع. طبعا بنسوي جيش سريع ننوي هجمة سريعة. طبعا وباس قاتل تدمير مبنى جكوار اخر. طبعا سميرات له 10 دقايق غايب عن ارض المعركة عم بيكون دفاع مشان يحمي حاله من الاصفر، وانا كسبت وقت من هجمة الخصم. طبعا الحين نعملنا كمان هجمة تانية، نحاول نعرض بالهجمة شوي مشان تكون هجمة جميع الجوانب. طبعا الخصم عامل تشكيل دفاع ويوجد ايضا شوي من قوات الاسطر. طبعا اشتباك عنيف جنود مقابل دبابات، نستعمل الالكترونيك من اجل اسقاط صواريخ. طبعا معركة مستمرة واحنا بنحاول نضغط على التشكيل تبع الخصم. طبعا الخصم يستخدم الاخفاء ويستخدم الجيكوار ويستخدم ايضا من طائرات هليكوبتر، يعني تعارك بصراحة رهيبة. ونتابع الهجوم، راح نستخدم الشلد ونخليها بعيدة عن مجال ضرب العدو مشان العدو دايما بحب يستهدف الشلد. طبعا اسقاط ترونيت رهيب، يعني ما فيش مجال انك تقاوم يا خصم. تم تدمير خصم. طبعا بهاي اللحظة الخصم بده يهاجمني، سميرات يحاول يسد طريق مشان الخصم ما يهاجمني بس ما قدر، والفيتريكس ما قدرت تسوي اشي بسبب انه الخصم عنده عدد هائل من الدبابات المضاد الجوي المتحرك. طبعا على كل حال المعركة مستمرة، ومن هذا الجانب الخصم بيطلع على فوق يهاجمنا، ومن الجانب الاعلى برضه في اشتباك ارضي عنيف. طبعا ترونيت تقوم باسقاط جحيم من الصواريخ على الخصم واشتباك عنيف من الزاوية اليمنى. طبعا نستخدم الجنود مشان دم الخصم. طبعا بهاي اللحظة الخصم يدخل باخفاء الدبابة الكاملة زائد دبابات جيكوار زائد على الهائل من الجنود. طبعا انا الان اقاتل على جبهتين. طبعا انا احاول اتصدى له بالجنود وبطلع كميات هائلة من الجنود. انت يا خصم جاي تهاجم واحد عنده 20 مصنع جنود، طبعا ما تحاول تصدى المعركة. طبعا السميرات يحاولوا يفزعلي بس دباباته متأخرة كثير، اتوقع يوصل بعد ما تنتهي المعركة. طبعا كل حال زي ما انتم شايفين شباب الخصم عم يحاول يستهدف المصانع، وانا عندي جنود صواريخ كثير عم بتصدى للاخفاء. طبعا كل حال الحين عم قتال على جبهتين والجنود ضرب من جميع الجهات والكامل في كل مكان وما في مجال، يعني وضع سيء جدا. طبعا من الجهة اليسرى وضرب الثور محظوظ وتدمير شامل ريحنا من كل الجكوار اللي كانت هان. طبعا خلينا الحين نرجع للمعركة اللي فوق. اللي فوق عامل حال زي الحيط، يعني عم بحكي انا حيط، انا حيطة عم بحكي لي لانه لحد الان صاد يموت.
طبعا هذا المسدس مشغل الاخفاء فاضية، يحاول انه شوية كمان الديكور اخفاء بارضي. وكل حال الحين عم نعمل انه هجوم مرتد مع القسم، هذا مزعج كثير. عم نستعمل مع الشيلد، دمرنا الاخفاء اللي هان، وبنحرك هجوم شوية جنود وهجمة من الاعلى. طبعا هو عامل لي صور من الجهة هذيك، فقلنا افضل حال نهاجم من الاعلى. وطبعا بنهاجم برضه من الجهة هاي مشان الخصم عامل لي هليكوبتر اعداد كبيرة. طبعا هجوم من الاعلى لكان ناجح، بس الخصم يعني بيقاوم عامل زي حيطة. يعني كيف انت تضرب حيط؟ ما يعني الحيط ما بتنهد بسهولة. بس يعني تشكيلة حلوة، معركة حلوة، كل شيء رائع. نكمل واشتباك عنيف والترونيك تضرب، يعني تمكنا طريقة اخرى من تشتيت الاحمر. طبعا الاصفر جايب الديداتا عن صاحب استخدام كاملا. واشتباك عنيف مع الاصفر. طبعا انا عمي مشتاركك، لو مشو ما تسوي انا خلاص مشتاركك. ما طولت 32 دقيقة انت عم تلعب، ما بتزهقش. طبعا واسقاط ثور تدمير جميع المصانع طلعت الاصفر. طبعا الاصفر الحين كل جيش صار عندي، يعني ما راح اقدر اسوي جيش بسرعة. طبعا واشتباك مع الاحمر، وزي ما حكيت لكم هذا الاحمر والله ما انا تاركه، بدي ادمره بدي ادمره. طبعا نستخدم زوج الصواريخ فلات كبيرة. ما طبعا بحكي له بشد يموت، هذا ما هو راضي يموت من مرة. ضرب الثور تدمير من القيادة وشلة جنود جديد جبت له. طبعا خلاص بس دمرنا القيادة المعركة انتهت. ولكن كيف فيك جاي من القيادة كمان مرة؟ يعني هذا الخصم رجع وعاود بناء القيادة مرة أخرى. راضي يموت، لك موت، لك موت، لك موت. ما هو راضي يموت، حالف يمين إنه ما يموت، بس احلف وادفع كفارة إنك اليوم سوف تموت. طبعا استمرار في المعركة، ويعني بصراحة المعركة أكثر من رائع والضرب أكثر من رائع. والخصم يتعرض للضرب نجات ودم تدمير للقيادة بنجاح. يعني معركة بصراحة خرافية، وحتى كمل على الجيش اللي كان حاطه على الجبل. يعني كان الخصم ناوي يهاجم بسميرات، بس الجيش بقى ناوي يهاجم بسميرات مات. طبعا هجوم الاخير، هجم الانتحاري الاخير للخصم. زي ما تعرفون بس تدبح الناقة او تدبح الجمل بصير ينازع يفعفط، فهي هي فعفطة الجمل. يعني هذا عم بفعفط فعفطة الجمل قبل ما يموت. الحين حان وقت القضاء عليك. طبعا بنجيب جيشنا من المنطقة اللي فيش فيها الغام، هي الزاوية من فوق اللي كانت تستضيف وحاميها، نضرب منها. طبعا من هاي الطريق فيش فيها الغام. طبعا جيش السميرات هو جاي يهاجم القسم راح نصه. فبحك السميرات والله فكرتهم عرب ويريوس قد ما هم زرعوا الغام. طبعا مشاهد للغام يعني شلناها احنا، ما بحب المشهد بس اشوف دبات الزيوس تموت كلهم. يلا ما يهمنا اللقاء، حتى نراكم في الفيديو جديد في المعركة جديدة. لا تنسوا تضعون لايك والاشتراك في القناة.